داك النهار اللي كتكون مصمم باش تبلوكي فيه بكات نوض عرفتي مهرس مخسر مشي الكوافور الاول نفيق تما ولا نمشي نتسخر. في واحد الطبيعة كندير الشامبوان مرة في السيمانة وما كنشطوش، وملي كنمشي للكوافور ما كنقول ليهش لا دير لي هكا ولا عندك هكا، ولا كنعطي له الراس كيحسن وكيتكلف هو. فارس عرفتي ملي كيجي ما كيخليش البيض هنايا كيدور. ستة كخات سبعة كخات اللي كيجي ستة سبعة في كل مرة في يومين ثلاث ايام. هذاك بعد كيدير بهم في النهار ولا في يومين قال لك ما عرفتش كيدير ستة ولا سبعة ديال الكاخات في النهار ولا يومين الله أعلم. زاري مونيا توني ناخذ هاد المقيلة هادي هاديك اللي عندي صالحة غير الحجر، وناخذ هاد الخشبة هادي باش ما تنجرش المقلة، وناخذ هادي المقلة الجديدة وبعض المستلزمات اللي معاها. ستيك ديال الدجاج لا ما تحتاج المعلقة ولا شي حاجة، هادي شي حاجة البانكيك تقلب شي اومليت ولا بانكيك، وهادي ديال الخشب. A few moments later. Few moments later. شفت الكالاماري سبانخ بروكولي خيزو انتيغرال الزيتون كيحمقني دانون ناتورال بشبش توت البري. خديت هاد الشامبينيو هذا غني بالبوتاسيوم، هذا مطيشه هادو للدار. الواحد جاي يشري المطيشه صدق في الكومبرا، غندير واحد الشلاضه صوتي بالفلفله حمراء خضراء او الشامبينيو كيما كاين، وغنديروا شويه ديال الكالامار الصغير تشوبيتو. الرز ولي فيبر وها السورس ديال البروتين. نمشيو نديرو شي قهوة مع خويا فارس بزاف ما شفناه. إنو الوحش السلام عليكم السود ما زقتنا على عربي ما كاين حيت خويا فارس كاين عراق من اللي كيهضر العربية، أنا بعدا مولف مولف مع لي فلوغ ومولف
ولكن انت كتهضر العربيه في الدار بقى غير الاسبانيوليه غير الاسبانيه انا كنهضر غير العربيه ما كاين لا حتى شي لغه عجميه راك مصيف اخويا بهذا مصيف الشتاء وحنا مصيفين اخويا تبدل الجو في دقيقه قالوا لك الدراري دير لاشي اليوتيوب اخويا ندير ان شاء الله ولا حتى ندير غايدير واحد زوج سيمانات نكون شويه فري ان شاء الله اخويا الجو تبدل نيشان خانت تصدمي راك عامر عامر دابا عشان نعم سيدي اسبريسو عندنا عرشة حاجة ربير واحد الجو زوين هنا فهاد من احسن القهوة اللي كاينين في هاد المنطقة هادي قول لي يوم دابا غير شحال كتاكل من بيضة في النهار الله يخليك عشرين الصراحة عشرين اللي كياكل مرام 25 ولكن 20 ما عمر مشيت لذاك المحل ولقيت البيض كاين ديما كنسول عليه كيقولوا لي راه الزفاريس راه الزفاريس كيس شويه والله راه والله ما كنلقاهمش ها هو مشي يزيد واحد اخر اه باغي تحمقني انت يا اليوم والله باغي تحمقني بغيت ماشي نحمقك بغيت كيفاش تتفيق نفيق ونتعصب الليل تتقلب اذن بالليل اخويا انت عندك كل شيء بالقروة اخويا فارس انسان الكبير كنا كنهضروا انا وفارس على واحد القضية ديال الانسان من اللي كيفوت ديك 34 عام دغيا كيكتسب الوزن بالمقارنة مع واحد عنده 20-18 عام لقينا بأن الميتابوليزم هو عنده واحد الدور كبير من بين الأسباب اللي كيتقال الميتابوليزم هو السن شحال ما كبرتي الميتابوليزم ديالك كيكون ثقيل وعليها ما كتحرقش بزاف وكتكتسب الوزن واخا فيه شوية الشحمة وشوية ديال الماء واحد الدري كان معايا داك النهار قال لي واش يمكن نرجع الميتابوليزم ديالي كما كان واحد السؤال اخر اتاي واش كيحرق صافا كيحرق الماكله اللي كليتي قلت ليه اتاي كيسرع الميتابوليزم قلنا في هذا الفلوغ هذا غنهضروا على الميتابوليزم عمليه ديال الايض التمثيل الغذائي واش يمكن لك ترجعو كما كان ملي كنتي صغير الاسباب ديالو باش كيتقال والاسباب ديالو باش كترجع والدور ديالو المهم بقاو معنا في هذا الفيديو غنهضروا كاع الحوايج اللي متعلقة بالميتابوليزم على سبيل التعليق هكا والتشجيعات ديالهم كيقولوا لي منين كتجيب هاد المعلومات منين كتجيب اخويا شاكيب هاد المعلومات هاد المعلومات هادو كانوا عندي في الايام اللي ما كاينينش جوجل وما كاين منين غتجيب المعلومة كنت كنجيبهم من المدرب ديالي الاول اللي ما كنكرش خيره ومازال راني خدام بالمعلومات ديالو كاينين شي معلومات جبتهم منه كتقلب عليهم في مكان في الكتوب فعند الأبطال ما كتلقاهمش ولكن راني خدام بهم وكنوجه ليه واحد التحية كبيرة 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 للأستاذ ميمون مازوز معروف 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 بزاف هو اللي بدل واحد العقلية ديال الميسكولاسيون في الناظور وطلع بزاف ديال الابطال يوميا كنت كنجبد منه نصيحه ولا جوج نصائح وكنشكرو في هذا الفيديو هذا اللي ما عمري ننسى خير حتى خويا فارس من المدرسه ديالو وشكر فيه بزاف وقال لي غنوجه له واحد الشكر نوجه واحد التحيه كبيره لخويا ميمون زي ميمون كان مدرب من الاوائل من القدماء المدربين اللي ترينا عنده وهزينا منه بزاف المعلومات وكنشكروه بزاف كنا كنهضروا انا وشاكيب وجبدناه في الهضره السيد العمر هذا معروف عندنا في الناظور ميمون مازوز بزاف ديال الناس اللي طلع وانا كنت من المدرسه ديالو يعني من كنت من التلاميذ ديالو
تقريبا 22 عام 21 عام وزينا منه المعلومات وكنشكروه بزاف. وتحية كبيرة لك أخويا ميمون إلى شفتي الفيديو نوجه لك تحية من إسبانيا أنا والسكاكي. ومن بين أسباب اللي خلاني باش نواصل في هذا الدومين هذا هو كيشجعني بلي كومبليمون رياضي بدون مقابل كان طب ديال المعلومات إنسان قاري واعي باسم خيالي وكنوجه له التحية في هذا الفيديو هذا بمناسبة القناة وصلت 40,000 وإن شاء الله توصل ما أكثر وما غنساكمش بالفضل ديالكم تشجيعات ديالكم كذلك أنتم اللي موالين ديال هذه القناة هذه ماشي ديالي. سير أخويا فارس سير 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 سي فارس شحال ديال القطبان عندك؟ 5 اخويا انا 150 غرام انا غادي غير بالحساب هو راه كياكل حتى يشبع ما كاين لا ريجيم ولا دياتا اليوم ها هو الفريد ديالو انا هاد الفريد غيسمح ليا باش كتحس النشاط انعاش بالانتعاش انتعاش كيحس بالنشاط والانعاش شحال القهوه سود نهار عصير ثلاثه غير هذا الدعس يشت يعني ربعه الجامع ربعه ربعه وفي الخدمه ثلاثه هذيك هي سبعه ديال القهوه سبعه هذا الشرب الجوج صافي راه مضوخ راه ميت شوف شوف مسكين شفيع اه واخويا فؤاد الله يعاون اخويا فارس.